عدنا بعد الفاصل. والآن السؤال الأول، ما رأيك؟ ما رأيك فنان الكبير مهيلان أو شجرة في الاقتصاد الصيني؟ ما سمعت السؤال أو سمعته غلط، معلش تعيده لو سمحت. أوكي، أنا بسألك عن شو رأي الفنان الكبير في الاقتصاد في الصين؟ كويس مع الأزمة. كويس، الاقتصاد في الصين كويس. يعني هو أنا ولا أنت بطلع لنا نحكي عن الاقتصاد في الصين؟ يعني الصين أمي بحالة، سدس سكان الأرض في الصين، بدك تناقش أنا وياك بجلسة مقدار 10 دقائق. يعني أنت بتحقق في الصين. أو أنا بفهم بس ما يعني عرفت، الوقت لا يسمح. أوكي. الوقت لا يسمح. ماشي، طيب السؤال الثاني. نعم، كلني أذان مصغيرة. كويس. نعم، شو أكثر طبخة بحبها الفنان حنان أو شجرة؟ المنسف. مش لطعم المنسف، مش كل اشياء لمعنى مش كل اشياء على الطاولة بتاكله. لا، انا انتقائي. انتقائي جدا في هيك الفنان لازم نعم يكون. نعم، الفنان لازم يحافظ على حجرته اكيد، بطن الرشيق. ما بنحسبه اي نوع من الاكل. بس المناسف فقط وذات معنى. احنا الفنانين ان هدف ورسالة. يا الهي، انت ليش بتحب المنسف؟ ليش؟ مش بسبب اللحم اللي فيه، بسبب الكرم العربي اللي يتصبب من ملاحية المنسف. نعم، أيوه. كلامي فيه شي بضحك؟ لا لا. يعني فكرت انت اللي بتضحك. نعم، لا انا ما بضحك، انا طبيعي جدا. شو كمان بتحبه، بجاج ولا بلحمة؟ منسف عجاج ما ينفع أردنية. اوكي. انت ماشي. نعم، وصلت الرسالة. نعم. نعم. انت بتعجبوني، شرقة بتعجبوني انت. طيب ماشي، شو رأي فناننا الكبير؟ نعم، مهيلان. نعم، في الجرجير. كويس. جرجير كويس. زاكي. بيتاكل. بيلطف الوضع. كويس. كويس ممتاز. على فكرة مقابلة خرافية، أنا أول مرة يطرح علي هذا النوع من الأسئلة، يعني إشي مش عارف أوصف. نعم، أنت أعجزتني عن الوصف.